دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام الهواتف البرنامج التي يمكنك التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-360-0101، الرقم الثاني 021-360-0102، ورقم الأخير 021-360-0103. يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال شيخنا: ما هو الواجب نحو احتلال مرتزقة الفاغنر ومن معهم من الجنجويد وغيرهم للحقول والموانئ ومناطق واسعة من الوسط والجنوب، وهل تجوز مقاومتهم وتحرير البلاد منهم؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مناطق شاسعة من بلادنا، من بلاد المسلمين، محتلة من جيوش مرتزقة غير مسلمة، ملاحدة من روسيا وزنجويل وثنيون ونصارى وأديان أخرى. فبلادنا محتلة بما في الكلمة من معنى، المحتلة من قوى غير مسلمة مدججة بالسلاح، تتجول في الطرقات في الجنوب وفي الوسط، تتجول في الطرقات وفي الأسواق وفي الدكاكين بالعدة والعتاد العسكري، مش حتى لابسين مدنيين ولا ربما يقولوا إحنا، لا، هم يشهرون سلاحهم، هم محتلون ويشهرون سلاحهم. وكذلك استولوا على الحقول النفطية، ثروة ليبيا من نفط مستولى عليها من قبل هؤلاء. ليبيا كانت تصدر 1,200,000 برميل في اليوم، الآن تصدر في 100,000 فقط. شوف الخسارة الكبيرة على مدى العام، ما يقرب من 3 أشهر. خسارة عدو غير مسلم مستولي على بلادنا وحارم أهل البلد من ثرواتهم. هذا عدو لا شك في وجوب مقاومته، عدو محتل مثل الطليان اللي كانوا محتلين ليبيا ما يقوم من 3 سنة، لا فرق، لا يختلفون. كذلك مثل الفرنسيس الذين كانوا يحتلون الجزائر ما يقرب من قرن، احتلوها 80 عاما. كذلك لا تختلف عن احتلال الصهاينة لفلسطين، وهي جيوش محتل. ويجب على أهل البلد، على المسلمين ديانة، أن يقاوموهم ولا يسلموا بلادهم إليهم،
ويبقى يعيشون معهم تحت سلطانهم وتحت يعني تحركات جيوشهم وعتادها، والأمر أمرهم والنهي نهيهم. هذا لا يحل، لا يحق أبدا. يجب أن تتكون قوات للمقاومة، والحكومة مطالبة بهذا، على الكتائب المسلحة وخصوصا الكتائب التي لها علاقة بحراسة الحدود ديانة، يجب عليهم أن يتواصلوا مع الحكومة ويشكلوا قوة ينضم إليها أهل المنطقة من الجنوب ومن الوسط، وتصير هناك مقاومة حقيقية لهؤلاء. هؤلاء يتلقون تعليماتهم من روسيا من هناك ومن بلدانهم، والآن هذا عقيل صالح ولا حفظ اللي أتى بهم، الآن هم يعني خارجين عن سيطرته، محتلوا البلاد، والأغراض اللي أتوا من أجلها ليستعين بهم حفظ وكذا، هم رأوا أن هذا هدف قليل وصغير ولا يليق بهم ولا بجيوشهم. أرادوا أن يجدوا أنفسهم موطئ قدم في هذه البلاد، تمتد من الوسط إلى الجنوب إلى مالي إلى بلاد الإفريقية. هؤلاء كل المناطق وكل المدن في الجنوب وفي مالي وفي غيرها يجب عليهم أن يقاوموهم، أن يشكلوا قوة مقاومة ديانة، يجب عليهم يفعلوا ذلك، ومن الناحية الوطنية يجب عليهم يفعلوا ذلك، ومن ناحية القانون يجب عليهم يفعلوا ذلك بكل المقاييس وبكل المعايير. هؤلاء لا يجوز أن يقر لهم قرار في بلادنا وهم محتلون لنا ويحرموننا من ثرواتنا، فلابد من العمل على البدء في مقاومتهم. لا تسمعوا للمخذلين، قد يقول قائل هذا كلام يعني خيال، وهذا يتكلم فيه، وهذه قوة غاشمة وقوة عالمية وقوة كذا، والكلام هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أقول لا تسمعوا لكلام هؤلاء، اسمعوا لكلام الله لا لكلامه. الله تبارك وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عندما يخرجون مدججين بالسلاح في هذه البلاد، هؤلاء من وقف في وجههم والله حتى امتنع عن البيع والشراء معهم سيقتلونه. هذا الظلم لا يجوز أن يسكت عنه، لابد من مقاومة. الله تبارك وتعالى يقول: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أنتم أخرجوكم من حقول النفط، وأخرجوكم من الوسط، وأخرجوكم من الأماكن اللي هم الآن يتجولون فيها بمعسكراتهم ومعداتهم وكذا. لابد أن تكون هناك مقاومة. لا يمكن أن يكون الليبيون أقل شأنا من الأوكرانيين، لا يمكن. انظر إلى الأوكرانيين، هذا أقول لمن يخذلون ويقول هذه قوة لا يمكن أن نستطيعها ولا كذا، انظر إلى الأوكرانيين ما مستوى يعني قوتهم مع مستوى الجيش المحتل الروسي. الآن ما يقرب من 3 أشهر ولا أكثر من شهرين وهم يستبسلون في المقاومة، ولا يعبؤون بالطائرات المتطورة ولا بالمدافع المتطورة الروسية، وكل ما يدخلون قتلا في الأوكرانيين ويستولون على مدن منها يزدادون إصرارا على الاستماتة في الدفاع عن وطنهم وعن بلادهم، ويعني قوافل الموتى بالمئات وكذا. لكن هذا هو مقتضى في نظرهم، هذا هو مقتضى الدفاع عن الوطن الذي يجبه عليهم كل إنسان. لكن نحن عندنا دوافع أخرى أشرف وأحسن منهم. هذا قتالنا لهم هو قتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله جهاد، من مات فيه مات شهيدا.
ومن عاش عاش حرا وغنما وكتب الله تعالى له الأجر حتى من عاش مش الشهيد فقط. قال الله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الاثنين يعني كلهم مأجورون، من مات يتحصل على الشهادة عليه أن يخلص أمره لله وعمله لله دفاعا عن دينه وعن وطنه وعن أمته، عليه أن يخلص في ذلك، فهو بإذن الله إذا مات يموت في أحسن الأحوال، موت يغبطه عليها كل العقلاء وكل الصالحون وكل كل الصالحين وكل الخيرين، يغبط عليها كل أحد. وإذا لم يمت وغنم هو كتب له الشرف وحر بلاده وتحصل على الأجر، فلا يمكن أن يكون الليبيون أقل شأنا من الأوكرانيين. رئيسهم ينظر إليه يتجول في كل مدن العالم وبرلمانات العالم ويحشد لقضيته ويكلم ويتكلم بكل قوة، لأن الدفاع عن الوطن واجب، واجب بكل الأعراف. فما بالك إذا كان محتل غير مسلم يحتل بلاد المسلمين، فتجب مقاومته، يجب يعني تنظم المقاومة وتشرف عليه الحكومة، وعليهم أن يستعينوا بالحليف التركي ولا بأي حليف آخر، لأن ما يقولون مش هذا يضرب بالطائرات وبايو في أوكرانيا، مش تضرب روسيا بالطائرات، هل استسلموا وسلموا؟ هل نحن أقل شأن منهم؟ كيف هذا؟ لا يمكن. لذلك لابد أن تتنادى قوات المقاومة وتجمع أمرها وتتوحد وتتواصل مع الحكومة، الحكومة تتواصل مع الجهات الدولية التركية وغيرها لعندما تحالف ويستمدون منهم الخبرة وتمدهم بالخبراء، بحيث تكون المقاومة منظمة مبنية على أسس عسكرية صحيحة، ويدخلون في العدو ويعملون فيه. لا يجوز الإنسان يستسلم لهم في منطقة، حتى من الناس أهل المنطقة لا يمكن، ولا يبيعونهم ولا يشترون معهم، حرام عليهم. هؤلاء محاربون قتلة أتوا ليحتلوا بلادنا ويسربون ثرواتنا وأخذوا منا كل شيء، ماذا بقي لنا؟ هم الآن يقولون حفروا خندق بين سرت وبين منطقة الوسط طوله 280 كيلومتر، تصور يعني هذا يعني حسب ما يتكلم عنه الناس، يقول هو ترسيم لوضع حدود ووضع سور يفصل المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية. فلا يجوز السكوت عن كل أهل ليبيا من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، يجب أن يتوحدوا لقتال، يجب أن تتوحد ليبيا المتفرقة الآن على قتال عدو محتل ملحد كافر، سواء كان وثني ولا نصراني ولا ملحد من روسيا ولا كذا، كلهم هؤلاء محاربون يجب قتالهم ويجب مقاومتهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا ورد سؤال شيخنا، يقول سؤال في كيف يمكن الاعتماد على القضاء وهو في حالة فوضى، فيمتنع القضاة عن الفصل في القضايا ويتم تهريب المجرمين دون توجيه اتهامات، فمن يتحمل مسؤولية هذا التسيب؟ نعم والله هذا شيء مذل ومخزي وعار علينا وعلى التاريخ، سيكتبه على المؤسسات القضائية. القاضي الذي يتنصل من الحكم في قضية ترفع إليه وأدلتها واضحة بينة، الإجرام قائم وثابت عليها بأدلة قطعية بالتواتر، لو أراد أن مثل قضية مسلم مثلا
لو أراد أن يعني من الناس أن يشهدوا لأتوه آلاف مؤلف، لأتته آلاف مؤلفة تشهد على ما حصل في تلك المذبحة التي قتل فيها أكثر من 1200 بريء في السجون، قتلوا ظلما وعدوانا وتخلصوا منهم بدم بارد، وعذبوهم وسحلوهم وطحنوا حتى عظامهم. هذا شيء مخالف للأعراف والإنسانية ومخالف للدين، وهي قضية ثابتة تنص منها القضاء في الدرجة الأولى، وقال هذه بالتقادم، ضاعت بالتقادم وانتهت بالتقادم، وتنص منها اليوم الاستئناف بعدم الاختصاص. هم يعلمون أنها قضية عادلة وأن أصحابها لهم حق في هذه الدماء يطالبون بها من قتلهم، وتركوا الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من في القضاة الثلاث: أحدهم من عرف الحق ولم يقض به هو من قضاة النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أبشر هؤلاء القضاة الذين في هذه القضية تنصر منها والحق واضح وبين والحجة قائمة لأصحابها، وهم ينتظرون العدالة وينتظرون أن ينتصر لهم القضاء، فمرة يعني يتركهم ويقول هذه القضية انتهت، ويريد يعني ويهملها ويقول لا حق لأصحابها فيها، ومرة الآن في الاستئناف يقول بعدم الاختصاص. بشر هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قاض عرف الحق ولم يحكم به فهو من قضاة النار. ثم بعد ذلك، ما الذي جعل الناس الآن يلتجئون إلى القضاء الأجنبي، يلتجئون إلى محكمة العدل الدولية، ويلتجئون إلى أن يحاكموا حفتر في أمريكا، ما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ بالله أيها القضاة، ألجأهم إلى ذلك هو قفل الدائرة الدستورية، وهو تملصكم من القضايا التي ترفع إليكم، وهي قضايا معروف أصحابها معروفون بالإجرام، والإجرام ثابت عليهم. هذا هو الذي جعلهم يتركون قضاء بلادهم، قضاء المسلمين، ويلتجئون إلى قضايا عدوهم. هذه معرة، والله هذا عار على أجهزة القضاء. ينبغي لهم أن يراجعوا أنفسهم. يعني الآن هناك شاهد في قضية الشيخ نادر، هو الشاهد الوحيد، ومعروف يعني ثابت بالفيديو بالنقل، مقر بهذه الجريمة وأنه يعني قام بدور فعال فيها، وكان يتكلم مع الجماعة الذين أتوا لاغتيال الشيخ نادر واختطافه. كان يرصد الشيخ نادر في قيام صلاة الفجر من خروجه إلى بيته، ويهاتف هؤلاء الناس الذين أتوا ليقتلوه، يقول لهم الآن خرج، والآن في الطريق، والآن كذا، إلى أن وصله إليهم فاختطفوه. ثم رأينا بعد ذلك بالفيديو يعني كيف قال هو أنهم وضعوه في الحفرة وفعلوا ما فيه، وكل يعني المخزن قتلوه شر قتله، قبحهم الله يعني جزاهم بما يستحقون قتل هذا العالم الرجل الفاضل. ليبيا خسرته، لكن هؤلاء لا يعرفون قدر الناس، نسأل الله أن ينتقم منهم. هذا هو الشاهد الوحيد اللي بقي، من تفلتوا وهرب، وكل واحد ذهب إلى جهة، سلمته الجهة التي كان عندها وسلمته لجهة أخرى حتى يمل الكتائب. ثم بعد ذلك تجدهم اليوم ولا غدا، ولا قد يكون الآن وصل إلى تونس ولا إلى اسطنبول وإلى كذا، وانتهت القضية. هذا الشاهد الوحيد خرج وانتهت المسألة. أقول لهؤلاء اللي يعملون هذه الأعمال في القضاء،
سواء في قضية مسلم ولا في قضية الشيخ نادر، وإذا في قضايا أخرى كثيرة يتهربون منها، يتعلقون بأشياء يعني هي ضعيفة جدا ولا تساوي شيء، ويتركون المسائل الكبيرة الظلم التي يعني ظلمها واضح وجرائمها شنيعة، يتركونها ولا يتولون أمرها. أقول لهؤلاء جميعا في الآيات القضية، قضاة ولا وكلاء نيابة ولا نائب عام ولا كتائب يعني متعاونة معهم في ظلم الناس وسجنهم بغير حق وتعذيبهم وتهريب المجرمين وإصدار قرارات العفو عليهم بصورة أو بأخرى، إما لأن يعني هذا المعتقل الشهاد الوحيد معتقل بقصر يعني اختفاء قسري وما فيش أمر بالنيابة باعتقاله، وإما بأن هذا من داعش وإلا هذا من كذا، يقتلوا يعني المجرمون يطلقون سراحهم والمظلومون يلفقون لهم التهم وهم الآن في السجون يقبعون في السجون. أقول لهم عليكم أنتم الآن في الدنيا تسوون أموركم، وكل واحد يعني يحبس ويطلق، وعند يعني أعوان وعند نفوذ وعند سلطان والناس تسمع إليه، لكن هذا لن يدوم، والله لن يدوم لكم. أنتم الآن أسأل أي واحد منهم الآن هو كم عمره، صاحب كتيبة ولا نائب عام ولا فنية، كم عمره؟ بالتأكيد فوق 40. طيب هل 40 اللي مضت هل بقي لك منها شيء؟ هل يعني فيه شيء أنت تحس به؟ انتهت كلام حل البصر. كم مازال تعيش؟ تعيش 40 ولا 50 ولا كذا، ثم بعد ذلك عندما تواجه مصيرك وتموت، من مات قامت قيامته، عندما تموت وتقوم قيامتك وتسأل في ذلك الحال في القيامة خلاص ينتهي الزيف، ينتهي الخداع، ينتهي الكذب أن فلان من داعش ولا فلان من كذا ولا فلان أخرجناه لأنه هو مظلوم ولا اختفاء قسري، وإن كنت تعرف هو يعني ظالم وقاتل أنه متمالي. عمر رضي الله عنه قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، فهو متمالي في القتل ومشارك في هذا الذي يطلقوه الآن وينسبون إلي كلام وهو كلام غير صحيح وكذب، لم أستشعر في هذا ولا أدري به ولا أعلم به على الإطلاق، لم أعلم به حتى أينه، لم أعلم به حتى أينه، فما يزعمونه كذب. وذلك أقول لهؤلاء الناس الذين يشوفون من يعني يحيطهم محاكم مسلم ويتنصرون منها ولا يطلقون الناس الظلمة تحت ذرايع طبية ولا صحته ما عادش تسمح، ورأيناهم أطلقوا سلاح كم واحد من المحكوم عليهم ما بالإعدام ولا بالمؤبد لسنين طويلة، أطلقوا سلاحهم وقالوا هذا والله يا خلاص يعني عن مريض وفي حالة ما تسمحش. أنتم عندكم ناس محبوسون ظلما لا علاقة لهم بليبيا من حماس، محبوسون في الردع الآن أكثر من 7 سنوات لا علاقة لهم بأمن ليبيا، مجرد أنهم يتواصلون مع حماس، وحماس هذه عمله عمل المجاهدين، وينبغي لنا كمسلمين ينبغي لنا أن نناصرهم وأن نؤيدهم، لأن الصهاينة أعداء للإسلام وأعداء للدين، ويجب أن نكون معهم قلبا وقالبا، لا أن نكون وكلاء لليهود ونحبس الناس ظلما الذين هم يقاومون اليهود. نحن في هذه الحالة لو أراد أحد أن يصنفنا أين يصنفنا؟ سيصنفنا بأننا ذراع من أذرع اليهود، يعني يحبسون الناس المقاومين في فلسطين، ويعني الآن أكثر من 7 سنوات. لماذا هؤلاء كلهم مرضى وكلهم عندهم أسر، لماذا لا ينالهم العفو حتى باسم
يعني النواحي الصحية ولا الإنسانية، هؤلاء لا يزالون في السجون، وأخرجوا دور دا وأخرجوا فلان وأخرجوا فلان، لأنهم يعني هؤلاء كلهم جميعا الذين يتولون هذه المسائل ويمارسونها، أقول لهم عليكم أن تجهزوا الجواب عندما ينتهي الزيف وينتهي الخداع، تبقى الحقائق حقيقة مطلقة، ما في أحد يقدر يخفي شيء ولا يدعي شيء ولا يقول فلان قال لي ولا يقول لأن يعني يا له من موقف يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لو حاول واحد حتى في حالة يأس يقول لأني والله جتني أوامر ولا جتني كذا وأنا ما، فيختم عليه وتبقى يعني جوارحه هي التي تتكلم، سمعه هو الذي يتكلم، يقول لأني سمعت، يقول السمع يقول أني جاني تليفون من فلان ووعدني بمكافأة ولا برشوة ولا بسيارة ولا بفيلا في اسطنبول ولا في اسبانيا، هيك السمع هكذا السمع يقول لصاحبه. وفي هذه القضية وبناء عليه أنت غير رايك، ويقول له بصره يقول له أنت ريت الحقائق بنفسك وريت الفيديوهات وريت أنهم ظلموا وقتلوا الشيخ نادر وقتلوا أهل بوسليم وفعل أنت رأيتهم وأنت تملصت من ذلك وأنت تعلم، شهد عليك بصرك محب شيء من الحواس وتشهد عليهم جلودهم اللي تضم أركانهم كلها، لما ركبت سيارتك ومشيت بتستلم الصك الشيك ولا بتستلم الرشوة ولا مديت يدك ووقعت كلها ستشهد عليك. يا أيها الظالم أنت الآن ترى نفسك أنك في عزة وخدم وحشم ونفوذ وسلطان، كلهم سيتخلون عنك، ما في أحد منهم ستجده، لا تجد إلا النار أمامك، ما فيش ما عندكش وين تمشي، لابد من القصاص، هذا الظلم لابد من القصاص، وتبقى الإثباتات اللي أنت تتجاهلها الآن، الأسباب اللي أنت تتجاهلها بها وتدعي أن عندك فيها وجهة نظر كلها ستكشف، لأن ذلك اليوم يوم الحقائق لا يوم الزيف، كله يذهب باطلا، فكيف بالله عليك يا من تظلم الآن ولا تطلق سراح المجرمين ولا ناس يعني أبرياء في السجون يقبعون في سجونك سنوات طويلة ويعذبون، بالله عليك كيف تجيب، كيف يعني ليس لك إجابة، سيلقى بك في النار ويقول لك إن صبرت يعني اصبر أو لا تصبر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وجوههم بما كانوا يعملون، ويقال له يعني بعد ذلك النار أمامك، ليس أمامك إلا النار، هل أنت قادر أن تصبر عن النار؟ فأن يصبروا فالنار مثوى لهم، فأن يصبروا هذا كلام، كل ما يقول لي واحد هذا للكفر نقول لك كل من يعمل عمل الكافرين سيناله نصيب من هذه الآيات، فإن يصبروا فذاك هم لا قدرة، من الذي له قدرة على الصبر عن النار؟ لا قدرة لهم، ليس هناك إلا الصراخ والعويل في النار، ما في صبر، لكن هذا هو تعجيز، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فذاك وإن لم يصبروا فما عندهم ليس لهم، لأن النار هي مثواهم هي مقامهم هي نزلهم، فعليكم أن تتقوا الله يا من تظلمون الناس ويا هيئات القضائية ويا هيئات النيابة الذين تطلقون سراح المجرمين وترون الظلم ترون المظلومين يعني لسنين طويلة تحبسونهم من غير وجه حق
بتهم باطلة ستتعرى هذه الحقائق وستجزون ما كنتم تعملون. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. وقبل أن نأخذ الاتصالات شيخنا أيضا ورد سؤال قضية أيضا في جانب آخر، ربما يقول السؤال يعني يأس الناس من مماطلة مجلس نواب طبرق ومجلس الدولة من الخروج بحل حقيقي، ولا يوجد أي بادرة حل سياسي مع بقاء هذه الأجسام، فما تعليقكم؟ هذا استمرار في التلاعب بمصير الليبيين. مجلس الدولة ومجلس البرلمان هؤلاء لا شغل لهم، عامتهم لا شغل لهم، عامتهم عواطلية، لكن منهم مجموعة 10 ولا 20 واحد هم النشطاء، وهم الذين يمددون يفتعلون اللجان، يدخلون في اللجان مع برلمان طبرق حتى ويمكن منها 10 ولا 20، يبقوا كل مرة يخترعون لعبة. باقيهم باقي الأعضاء في الدولة البرلمان كلهم عواطلية ما يعملوا شيء، كلهم يأخذوا مرتبات ومزايا وما فيش واحد منهم يقدر يتكلم. ليتكلم سيحرم لأنهم طمعين، لأنهم طمعون، لأن لو واحد منهم بيتكلم يقول لا أنتم الآن يئسنا من هذه المحاولات وهذا التلاعب وهذا لا يمكن نرضى به، ويعملوا ثورة في داخل المجلس وينهوا وجودهم ويديروا اقتراحات عملية تنقل البلاد مما هي فيه، لو حاول أحد أن يفعل ذلك ولا بعضهم لحرموا المزايا. هم يسكتون بحيث يتحصل من رئاسة المجلس على المزايا التي يتمتعون بها، وهم الآن كل مرة يعني في فصل جديد، والأمم المتحدة ما شاء الله يعني هذا هو الذي يسعدها وهذا الذي هو الذي يسرها أن تستمر المعاناة، فتبقى لجان من برلمان ولجان من طبرق بحيث يقال أن هناك شيء يعملوا فيه، يذهبون للأسف للمخابرات المصرية تستخف بهم ويعني تمثل لهم في أشياء من التي لا يقبلها عاقل. تستغرب هم أنهم كيف مازال يذهبون إليهم ويسمعون منهم. هم الآن كم اليوم يعني أكثر من شهرين ممكن هم يترددون على المخابرات المصرية. ما الذي صنعوه إلى حد الآن؟ لم يتفقوا حتى على ماذا سيناقشون. البرلمان يقول أنه سيناقش مسودة الدستور والدستور المكتوب، وجماعة مجلس الدول 10 ولا هؤلاء يبعثهم يعطيهم الرئاسة ويأخذوا في يعني علاوات السفر والإقامة والمش عارف شنو يسموه في هذا يطمعون فيه. هذول يقولوا احنا جايين نبغى نديروا قاعدة دستورية، هذوك يقولوا احنا نبغى نتكلموا في الدستور. ده كم ليهم شهر وما هكذا يخوضون مع الخائضين، يذهبون ويأتون ولا عملهم. عملهم فقط هو الذي تقوده البعثة الأممية ويقوده المجتمع الدولي أن يستمروا هكذا، تستمر يمددون لأنفسهم ويعيشون هكذا مثل يعني الأشياء الطفيلية، تعيش على الأجسام، أجسام بلدهم، يمصون خيراتها من غير أن يقدموا شيء، بل يؤزمون. عملهم ليس فيه إلا التأزيم وزيادة المعاناة والاستجابة لما يريده المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لا يريد بنا أي خير. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. طيب ربما البعض يقول لابد من حل الخروج من هذه الأزمة، وانتظار هؤلاء ربما هو إضاعة للوقت، يعني انتظار الحلول من مجلس الدولة ومجلس نواب طبرق ربما مزيد من إضاعة الوقت. وأعذرني شيخنا كريم نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. نعم من معي؟ محمد بن طراز، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. حفظ الله ملك الديار وبارك الله فيك يا شيخ عبد الله. وإياك بخير كريم، بارك الله فيك، تفضل. بالله يا شيخ عبد الله، في منتشرة المدة هذه في التواصل الاجتماعي
بتحبيط الناس ومعاش بب دماء وهذا طاجين وهذه المدينة قدمت وهذه ما قدمتش. هذه الملاحظة الأولى. وفي برنامج يعني قدمت لرئيس الوزراء قوائم بتاع المجانين ظلم وبهتاء في قوة الردع وفي أنور السويسي. المهم القوائم هي حولها رئيس الوزراء للنائب العام. اليوم اتصلت بي أم ولدها مسجون وقالت لي أنا وحكم عليها بثلاث سنوات وهو مقضي خمسة. فما عارفش شنو ندير، أنا أشوف الأبرياء يحكموا عليها وما يطبقوش عليهم القانون، والمجرمين أو تجمعهم ما يبوش يحكموا عليهم ولا يطلقوا فيهم ولا قصد هذه. طيب جزاك الله خير، علق الشيخ إن شاء الله بإذن الله أخ محمد. نعم. طيب جمال من طرابلس، تفضل يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ عبد الشيخ عبد الله. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الشيخ صالح عبد الله. حفظ الله ربي سهل من العلم. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أنا كلام واضح. الله يبارك لك. الله يبارك. حفظ الله ولك. اللهم عليك الظالمين. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. شكرا لاتصالك. نعم علي من طرابلس، تفضل علي. يا استاذ عبد الله، اولا جزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك. وان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. امين. الا اني يعني لو تكرمت، انا هو مش سؤال ولكن نبي من الشيخ يتفضل علينا. احنا المتقاعدين يقول فينا كلمه خير للمسؤولين في تفضل بإذن الله. بارك الله في الدولة. بالله والله العظيم بهدلونا ويتخاطفوا فينا زي حشك زي كورة يعني. والله العظيم لا آخر برنامج، معلش نطول عليك شوية، ده على أساس أنه بيحلوا زعمته وهم يهنوا في بعضهم ويهنوا هذا متعين الاجتماعي. وعاد الجمعة هذا وعدنا بأن يعني بعد العيد مباشرة يعطونا الفروقات، ولكن على كل حال لو الشيخ ان شاء الله يعني طيب جزاه الله خير يقول فينا كلمه خير. بالله ان شاء الله يعني والعيد عليه. والله ما فينا اللي ما عنده ما يبغاش يشري حتى ان شاء الله باذن الله. حاضر خالي، بارك الله فيك على اتصالك. نعم في اتصال اخر. نعم محمد من بغاز، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربي يحفظكم ويحفظ مفتي ليبيا ان شاء الله. وياك يا اخ كريم. بالله يا شيخ، لي شنو حكم لقاتل مع الروس مع الفاطمه؟ نعم طيب شنو حكم بالله عليك يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك. شكرا اتصالك. ما في اتصال اخر. طيب نعم عبد الله من طرابلس، تفضل يا اخ عبد الله. السلام عليكم. بخير يا اخ عبد الله. اهلا وسهلا بك. تفضل يا اخ كريم. نحب نشكر فضيلة الشيخ الدكتور فاضل الغرياني. الله يبارك فيك. الو. اي نعم نستمع لك، تفضل. بالله يا ام دول دي الاعلانات و الشيخ عبد الله شوف الشيخ الله يحفظه، ما يتكلموش على المجرمين اللي في مجلس النواب ومجلس الدولة، تكلموش عليهم وحفظوا واحد يقول يتكلموا على الشيخ بس. الشيخ كان ينصح فيك من 2012 وهو في الأفعى في بنغازي، والمجرمين زي تو هذا جماعة مسلم هذا. أنا عندي أخ أخوي متوفي من جماعة مسلم يا شيخ عبد الله، كنت نرفع له في البث، هو متوفي يا أخوي أستاذ عبد الله. يعني شوف أنت شوف، والمجرمين تلاقينا بوزيد المريض هذا من النظام السابق قاعد في المحاكم يا شيخ عبد الله. راه المنظومة بتاع القدافي قاعدة موجودة في المؤسسات. صحيح. وهذا الشيخ المفروض يزيد يوجه الناس، يوجه الثوار، يقول لهم ردوا بالهم يا شيخ. راي المؤامره كبيره، والعباد اروا اضربتوا مصلحكم وردوا بالكم منكم الشيخ والسلاح، وردوا بالهم منها الشيخ. وانا وشاهد على والله على ما اقول شهيد راح. بارك الله فيك. شكرا اخ عبد الله، بارك الله فيك على اتصالك. طيب نعم اخر اتصال للاخ عبد الحميد من ترهونه، تفضل اخ عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه للليبيين داخل الخارج، تحيه وتحيه قناه نصح، وتحيه لمديرها. الله يبارك. تحيه للاقصى والمجاهدين والمرابطين، ويا رب ينصرهم ووحد كلمتهم ووحد صفهم ووحد كلمه الليبيين. تحيه وتحيه لام النادي العمراني، تحيه لام النادي العمراني، ان شاء الله ربي يصبرها. احنا معاك ومش حننسوك، وبإذن الله نساندوك بالدعاء، وإن شاء الله ربي يفرج عليك. وتحية للبليح، وتحية للأقصى، وتحية للليبيين، وإن شاء الله ربي يقولوا كلمتهم ووحدوا صفهم. وتحية للشيخ الصادق. بارك الله فيك يا أخ عبد الحميد. ونبو كلمة بالله عليك، ونبو كلمة للمجاهد الشيخ الصادق يشرف عليها هو، نبو مصالحة وطنية مع علماء
ليبيا، احنا ما نبوش نخسروا حد، احنا كنا كلهم شيوخنا كلهم علمائنا، الا من المداخله، المداخله هذه ما نبوهمش يزيدوا علينا غالي هم والعلم بتاعهم. والله اكبر الله اكبر ولا اله الا الحمد وبس. المنطقه التاريخيه باذن الله بركان الغضب رقم 2. شكرا شكرا يا اخ عبد الحميد على اتصالك. طيب نعود اليكم شيخنا الكريم، وربما أعيد عليك السؤال شيخنا، قضية الحل السياسي، ربما هذه الأجسام يعني طال الأمد في انتظار حلول منها، وهناك تململ كثير، وحقيقة يأس، وليس تململ، يأس من عامة الناس بأن تخرج هذه الأجسام بحل سياسي، فحتى وصل الأمر إلى اقتراحات تشابه يعني إنشاء مجلس انتقالي جديد ومجلس تأسيسي وغير ذلك، كيف تعلق شيخنا؟ نعم نعم، هذه الأجسام ميؤوس منها، إذا بينتظروها هم ينتظرون أن يأخذ الماء من السراب، هذا سراب، هذا هؤلاء لا تسمعوا لهم، هؤلاء يجب أن تسقطوهم هذه المجالس ولا تعمل لصالح وطنكم ولا بلادكم، ويجب عليكم أن تتنادوا الأعيان والوجهاء ومن عندهم السلاح كذا، أن يجتمعوا في مكان ويعلنوا ثورة جديدة، يعلنوا عن مجلس تأسيسي أو مجلس انتقالي يشكلون به حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات في خلال مدة قصيرة. إذا توجهت همة الرجال إلى هذا والتفتوا إلى بلادهم فإن والله سيحققون المستحيل ويفكون الأسرى المظلومين من السجون. لابد من هذا العمل، الله عز وجل لا ينصرهم، الله عز وجل لا يقف مع الظالمين، لابد أن نخلص يعني المظلومين من السجون، وبعد ذلك لما نلتجي إلى الله نجده قريبا منا وينصونا ويوفقنا، وكل عمل نعمله تجتمع عليه كلمتنا ونخرج منه بكلمة واحدة. أما والظلم بهذه الصورة من القضاء ومن الكتائب المسلحة وكل واحد يصدر في القرارات بناء على يعني تعليمات تأتيه من هذه الدولة أو من تلك، وبناء على ما يقبضه في القضية وبناء على ما يتحصل عليه ومن وعود ونفوذ وكذا، ما دمنا كذلك الله عز وجل لن يجمع لنا كريم، ونبقى هكذا في المعاناة المستمرة. علينا أن نتوب إلى الله وننفي الظلم ونرفع الظلم على المظلومين، وفي هذه الأثناء يجب أن نجتمع ونتفق على صورة لتشكيل حكومة مؤقتة ثورة جديدة من الأول. هذا لا يمكن أن يعني الدولة ولا البرلمان لا يمكن أن ينتج عنه شيء أبدا، يجب أن تنفضوا منه أيديكم، تنسوهم هؤلاء الناس، لا قيمة لهم، ليسوا يعني حريصين على وطنكم وعلى بلدكم، حريصون على جيوبهم فقط وعلى تطويل وتمديد يعني حكم وجودهم في هذه المناصب ليأخذ الحوالات ويأخذ المزايا ويأخذ علاوات المبيت والسفريات والمرتبات. وبهذه المناسبة المرتبات يعني الرجل يتكلم ويعني قلبه يتفطر من الظلم، المتقاعدون لم تلتفت إليهم الحكومة ومرتباتهم تافهة جدا، لا يمكن، لا يستطيع المتقاعد الآن الذي يعتمد على مرتبه أن يعيش في هذه البلد في هذا الغلاء الفاحش والأسعار المرتفعة. لابد أن ينظر إليهم، يعني كيف نرى بعض الجهات قريب كل شهرين ثلاثة يرفعون المرتبات، المحكمة العليا ومن شهر البرلمان يرفعهم المرتبات، لأنه يستعملهم وما يريده منهم ينفذونه ويقفلون الدائرة الدستورية، وما يعني عملهم مجرد أنهم حماة للظلمة واقفين في جنبهم، وإذاك المرتبات يعني
ترفع لهم كل يعني شهرين ثلاثة يجزون في المرتبات. ليس هناك عدل، المرتبات فيها ظلم شديد، لابد أن تراجع. هناك هيئات ومؤسسات العامل فيها ولا الحارس يأخذ أكثر من يعني أستاذ في الجامعة، ممكن يعني أضعاف مضاعفة. هناك جهات مرتباتها من غير حد ولا عد، وكل الليبيين الآن يطلبون الانتقال إليها. شوف يعني لتصير الحالة بهذه الصورة، كلهم بيتحولوا للمكان الفلاني، ولا هذه مش عارف على الحريات والكذا، جهاز عملوه جديد مرتباته من غير حد ولا عد، وما عنده شيء عمل، قاعد هيك وخلاص كلمات. أنا دفاع الحريات، دفاع كذا، الناس كلهم الطلبات كل يوم تأتينا نبي ننتقي إلى هذا المكان وإلى ذاك المكان. هذا سببه الظلم، لابد أن يعمل بالجدول الموحد يكون فيه تقارب بين المرتبات، يرفع الظلم. هذا من جملة الظلم الذي لا يمكن أن يكون لنا توفيق معه، لا نوفق أبدا. لابد أن نعرف الناس ونعطي الناس حقوقها. هي صحيح المرتبات لا شك أنها ستكون مختلفة، لكن ليست بهذه الصورة. طائفة مسحوقة على الآخر، وطائفة يعني مرتباتها في كل شهرين ثلاثة يعني يرفعونها. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا سؤال الأخ محمد بن غازي يقول: ما حكم من يقاتل مع الفاغنر؟ وأيضا محمد من طرابلس يقول: هناك موجة تحبيط للناس في الفيس، والقول بأن الدعوة إلى تحرير مثل الحقول وقتال الفاغنر هو كما وصف أنه طاجين، وأن المدن تفتخر تقول يعني كم نحن الذي قدمنا وفعلنا إلى آخره. فهذا كله يقول يصب في جهة تحبيط الناس وخذلانهم، وبعضهم يقول بأن عدم القدرة أيضا، يستدل بعدم القدرة على تخذيل الناس. أما الذين يقاتلون مع الزنجويل ومع الواغنر ومع كذا، يقاتلون مع الكفرة، يقاتلون بلا وطن، فهؤلاء جواسيس، يحكم عليهم بحكم الجواسيس، يقتلون لا شك في ذلك. الواجب الحكم القتل، الجاسوس يقتل ولا يجوز أن يسمح له، ويجب أن يطاردوا ويعرفوا وكذا، بحيث تنفذ عليهم أحكام الشرع وأحكام الدين، أحكام الجاسوس. وأما الذين يقول لا قدرة لنا ولا قوة لنا، فهذا كلام قلت لكم يجب أن لا يسمعوه، وعليهم أن يسمعوا كلام الله. ما الذي أولى بأن يسمع كلامه، كلام الله ولا كلام الفيس ولا هذه الفئة ولا تلك الفئة؟ الله تبارك وتعالى يأمر بقتال المحتلين المشركين الظالمين: اقتلوهم حيث ثقفتموهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هؤلاء اعتدوا علينا ويعني غصبوا منا حقول النفط، وهم الآن يحتلون ويتجولون في بلادنا بعتادهم وسلاحهم. الله تبارك وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. القرآن يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، هذا رد على المخذلين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الأوكرانيون الذين يموتون من أجل وطنهم، خلاص انتهى، ذهب إلى مصيره وهو كافر لا يرجو شيء. أنت يا المسلم ترجو ما لا يرجو ذلك، ما لا يرجو أولئك، أنت ترجو الشهادة في قتال هؤلاء. لا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تترددوا، لا تتأخروا، إن تكونوا تعلمون ويصيبكم دماء وقتل وكذا، فإنهم أيضا هؤلاء أعداء ويجب قتالهم، ويألمون أيضا هم كما تألمون، لكن إن أنتم تختلفون عنهم، ترجون من الله الجنة والمغفرة والشهادة، وهم لا يرجون شيء، يموتون جيف وينتهون إلى مصيرهم وإلى عذاب النار.
فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا القول، هذا كلام المنافقين لا كلام المسلمين. نعم. عدو يعني ملحد وعدو وثني وعدو نصراني ويحتل بلادك بعدته وعتاده ويتلقى أوامره من روسيا ومن بلاده ومن بلاد أجنبية، هذا ليس له في بلادنا شيء. لو كان هناك يعني ناس يعرفون ما يجب عليهم ليس لهم السيف، ليس لهم إلا القتال، ليس لهم إلا المقاومة، مهما كلفنا ذلك ولو استمر عشرات السنين لا حرج في ذلك. الجهاد ضد الإيطاليين استمر 30 عام، جهاد ضد الفرنسيين استمر 80 عام، جهاد هؤلاء حماس ضد الصهاينة كم الآن؟ 10 سنين. هذا لا يهم، لا يحبط ولا يفتت الهمم، بل كلما الأوكرانيون الذين يموتون جيف كلما تموت منهم مجموعات كبيرة كلما يزدادون حرصا وقوة واستماتة، نفس العدو ونفس الطائرات الميغ وغيرها كلها تقتلهم، كما هؤلاء عندنا بطائرات الميغ وغيرها. هل سلموا بلادهم؟ خذوا عبرة منهم، حتى إذا كنتم لا تؤمنوا بكلام الله خذوا عبرة منهم، لكن كلام الله أحق أن يتبع، لأن من مات يموت شهيدا ومن عاش يعيش شريفا ويعيش يغنم ويكتب له الأجر ويكون من المفلحين. فالفرق بينه وبينهم شاسع. على الناس أن يهتموا بهذه المسألة ويتنادون يعني وضع خطوط المقاومة والتي ستستمر، ويستعينون كما قلنا بالحليف الصادق الذي ينصرهم دائما وهم الأتراك، لأن هذه حرب تحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى يعني لا تكون هكذا عشوائية. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.